هي الميكانيزمات والطرق التي سيتخذها الجيش للإطاحة بهذه العزائم؟ الظاهرة أول سؤال يطرح يطرحه على الأستاذ الفاضل مباشرة باش نخليو الناس تتصور وتتوقع وتفهم كل تول سيناريو اللي يقدروا يصنعوا. اعتذر استاذ حمانة، نشير مشاهدينا الاعزاء الى هذا الخبر العاجل الذي يظهر اسفل الشاشه، اخبار عن ان رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه سيقدم استقالته هذا المساء، وهذا بناء على التطورات التي يعني عرفتها الجزائر في نهار اليوم. نعم، رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه يستقيل او سيستقيل هذا المساء، سيستقيل يستقيل هذا المساء يستقيل نعم يستقيل هذا المساء. استاذ حمانة مراد، تفضل، ما رايك؟ الحمد لله، هذا اول مطلب خرجنا عليه يوم 22 فبراير، هو لا للعهد الخمسة والإطاحة برأس العصابة برئيس الجمهورية. الحمد لله هذا أول مكسب انتصار للحراك، أول مكسب للشعب الجزائري. نعم، يعني الخبر يتأكد، وكالة الأنباء الجزائرية تعلن في هذه اللحظة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته بشكل رسمي. تفضل أستاذ رمضان حملات، ما رأيك؟ والله وش نقول لك، فرحة كبيرة، خبر صار، وأنا كنت في ذهني كنت أقول قبل دخولي إلى استديو، كنت نقول يوم الجمعة سنحتفل إن شاء الله بالانتصارات التي حققها الشعب الجزائري.